عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. النهارده ان شاء الله هنصور مع بعض حلقه جديده من برنامج ستوري اوف اناليسز او حكايات في التحاليل الطبيه. هندخل في سلسله شرح جديده، هنشرح الفيكل اناليسز او الستول اناليسز او تحليل البراز، هنشرحه بالتفصيل. حلقه النهارده هي الحلقه الاهم في الفيكل اناليسز. هنتكلم النهاردة عن ايه؟ هنتكلم عن الديدان بالتفصيل الممل، وهنعمل كلاسيفيكيشن ليها بغاية الخطورة، هنعرف بنتصاب بيها ازاي، وهنعرف ايه الاعراض والعلامات اللي هتظهر على المريض. كمان هنعرف ليه او ايه انواع الانيميا اللي ممكن تسببها للديدان. وفي وسط الحلقة هنقول شوية معلومات كتيرة جدا اكتبها في كشكولك، حضر كشكولك وقلمك. وقبل ما ندخل في حلقة النهاردة، لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. دون مقدمات طويلة يلا ندخل في حلقة النهاردة. قبل ما اشرح الديدان بالتفصيل وقبل ما اشرح الفيكال اناليسيس، تعال احكي لك حكاية بسيطة. الحكاية كالآتي: في يوم من الايام حصل عندي اجتماع من اشرس الاجتماعات اللي ممكن تسمع عنها في التاريخ. الاجتماع ده كان بين اربع حاجات او اربع كائنات. الاجتماع ده كان بين البكتيريا والفيروس والفنجاي والبارازايت. قعدوا مع بعض في قعدة صفا وخدوا قرار مهم جدا: احنا هنبيد الجنس البشري، احنا هندمر الانسان، الانسان هو اكبر عدو لينا. وبدأوا يحشوا دوت في دماغ الاجيال الخاصة بكل نوع، لازم الجنس البشري يتباد. ومن هنا بدأت الحرب بين الانسان وبين الكائنات دي: البكتيريا، الفيروس، الفنجاي، البارازايت. كل واحدة من دول خدت قرار اللي هي هتدمر جسم الانسان بطريقة معينة. فالبكتيريا هتدمر الانسان بطريقة معينة، والفيروس هيدمر الانسان بطريقة معينة، والفنجاي والبارازايت هيدمر الانسان بطريقة معينة. النهاردة هنتكلم عن البارازايت او الديدان. الديدان دي من اشهر واشرس الاعداء اللي ممكن تقابل الانسان. دي ممكن تروح الكبد وتعمل لي مصايب زي الفاشيولا، وممكن تعمل لي سرطانات في المثانة زي البلهارسيا، ممكن تعمل لي كوارث. فركز معايا في اللي انا هقول لك عليه ده. الديدان دي اتقسمت لعائلات. تعال اقول لك اشهر كلاسيفيكيشن للديدان عندي. يلا بينا نوع الصبورة، طلع كشكولك واكتب الكلاسيفيكيشن ده زي ما انا هقوله لك كده بالظبط. ديدان يعني هيميلينس، تمام؟ اتقسمت عندي لبليتي، هيميلينس، ونيماتودا، تمام؟ تعال نشوف البليتي هيميلينس. دي التقسيمة دي حصلت على الشكل، دي شكلها طبقي، اما النيماتودا شكلها اسطواني، تمام كده؟ طيب البليتي اتقسمت عندي لترماتودا وسيستودا، تمام؟ الترماتودا دي مين اشهر انواعها؟ قالك عندك الفاشيولا، دي من اشهر انواع الترماتودا، ودي الديدان الكبدية بتصيب الكبد عندي زي ما هنشرح بعد كده. وقالك كمان الشيستوسوما البلهارسيا، واحدة من اشهر الديدان عندنا في مصر. وقالك الهيتروفيس هيتروفيس، تمام؟ طيب تعال نروح للسيستودا، مين اشهر انواع السيستودا؟ قالك التينيا والهيمونولبس بأنواعها سواء نانا أو ديمينيوتا، جميل؟ طيب تعال نشوف النيماتودا، مين أشهر أنواع النيماتودا؟ قالك الإسكاريس أو ثعبان البطن. مين كمان؟ قالك الإكزيورس، وليها اسم تاني إنتروبيس، وليها اسم تالت الديدان الدبوسية، ودي الديدان اللي بتصيب الأطفال. بس خلي بالك في معلومة لازم تعرفها، إنها بتصيب الكبار كمان، ودي هنعمل لها حلقة إن شاء الله، تمام؟ قالك الانكليستوما، ودي بنسميها الهوك وورم، الديدان الخطافية، عشان في اخر الحلقة هقولك كل نوع منهم بيعمل لي نوع انيميا مهم جدا، تمام؟ طيب بعد ما خلصنا من الديدان، قالك مش الديدان بس اللي بتهاجم، ده انا طلع عندي كائنات اسمها البروتوزوا او الكائنات وحيدة الخلية، ودي اتعمل لها كلاسيفيكيشن تاني. قالك الكلاسيفيكيشن بناء على ايه؟ قالك بناء على الحركة بتاعتها، هي بتتحرك ازاي. فاصبح عندي بروتوزوا بتتحرك بالاقدام الكاذبة، ودي زي الانتاميبا، وعندي بروتوزوا بتتحرك بالفلاجيلا، دي زي مين؟ الجياردية والترايكومونوس. قالك في عندي بروتوزوا بتتحرك بالاهداب زي البلانتيديوم كولاي، هتلاقوا شكله مدور كده وكبير وطالع منه زي شعر كده من كل حته وبيمشي تحت الميكروسكوب.
تمام كده؟ يبقى دي تقسيمة الديدان ودي تقسيمة البروتوزوا. تعال اقول لك ازاي بنتصاب بالديدان، تمام؟ ازاي بسمح لهم يدخلوا جسمي عشان يبداوا الحرب الشرسه. في اكتر من طريقه، من اشهر طرق الاصابه بالديدان عن طريق الطعام والشراب الملوث، عن طريق الذباب، وعن طريق الحيوانات زي مثلا الكلاب. مين الديدان اللي بتيجي من الكلاب؟ قال لك الدايبليديوم كانانيوم، تمام كده؟ قال لك كمان عن طريق العدوى الذاتيه زي في حالات الانتروبيوس، وقال لك كمان عن طريق التربه او اللي انت تنزل في ترعه، زي انت ماشي من غير ما تلبس شوز في رجلك او شبشب فبتقلع وتمشي حافي وبالتالي ممكن يحصل لك اصابه. ففي طرق كتيره، دي اشهر انواع طرق الاصابه. بعد كده هي الطفيليات دي ممكن تسبب لي ايه في جسم الانسان؟ قال لك بتعمل حاجات كتيره جدا وحاجات شرسه جدا. اول حاجه عندي مشاكل في الجهاز الهضمي، اسهال، امساك، انتفاخات، مشاكل بالقولون، كل حاجه ممكن تتخيلها هتحصل عندي في الجهاز الهضمي. خلي بالك اللي بقول لك عليه، العلامات دي لما تشوفها على واحد لازم تطلب له ستول اناليسز على طول او فيكال اناليسز، تمام؟ واحد هيجي يقول لك انا عندي مشكله في الجهاز الهضمي سواء اسهال او امساك، دي بنسميها ديزنتري، تمام؟ هيجي يقول لك انا عندي طفح جلدي على الوش، ابني الولا عنده بقع بيضة على وشه. هيجي كمان يقول لك انا عندي في لعاب بينزل من الفم وانا نايم، تمام كده؟ وعنده توتر في النوم، ما بينامش كويس بالاخص بالليل، وبيهرش حوالين فتحة الشرج، تمام؟ ودي اشهر اعراض الاصابة بالديدان الدبوسية. كمان هتلاقي عنده ضعف عام وهزال، ولما تعمل له سي بي سي ممكن بنسبة كبيرة جدا تلاقي عنده أنيميا. جميل كده؟ طيب لما تقعد مع البيشنت قبل ما تعمل التحليل، قبل ما تعمل التحليل لازم تعرف الحاجات دي، دي حاجات في غاية الخطورة عشان تشتغل تحليل الاستول صح. ايه هي؟ قالك لازم تاخد التاريخ المرضي للحالة ما قبل إجراء التحليل، تقعد انت والبيشنت وتدردشوا مع بعض في قعدة صفا. انت اسمك ايه؟ عندك كام سنة؟ ميل ولا فيميل؟ تمام؟ بعد كده انت بتشتكي، الشكوى اللي بتشتكي منها دي شكوى فردية بتجيلك انت لوحدك ولا شكوى جماعية بتيجي لأفراد الأسرة عندك؟ تمام؟ كمان الأدوية اللي انت بتاخدها، وخلي بالك من الدراجز في غاية الخطورة. لو تفتكروا زمان في ما قبل سحب العينات الدراجز اتعمل لها حلقة. طب ده هي ايه علاقة الدرج؟ قالك ممنوع تعمل تحليل الاستول لو مريض واخد انتيبيوتيك، لو مريض واخد انتي بارازايت، انتي بروتوزوا، لو مريض عامل حتى حقنة شرجية ما ينفعش تعمل ده. فلما جينا فتحنا كتاب كلينيكال باراسيتولوجي، كتب لك ايه؟ كتب لك بالنص كده، قالك الادوية التي يتناولها المريض حيث انه ممنوع اجراء تحليل الاستول اثناء تناول مضادات حيوية او علاج الملاريا، تمام كده؟ ويتم الفحص بعد الانتهاء من العلاج ب 15 يوم، بحوالي اسبوعين، تمام؟ وتبدأ تسهله، انت عندك اسهال او امساك. وخلي بالك الاسهال او الديزونتريا دي نوعين، يا اما ديزونتريا باسيلية بتيجي من الاصابة البكتيرية، يا اما ديزونتريا اميبية، ودي هنعمل لهم حلقة ونشرحهم بالتفصيل، تمام؟ طيب تيجي تسأله سؤال مهم جدا، هو انت في ديدان بتطلع منك ايا كان؟ يعني طويلة صغيرة وشكلها ايه ووصفها ايه وبتطلع من حوالين فتحة الشرج؟ لا، لان انا ممكن يجي لي البيشنت يقول لي جايب لي تعبان ابيض كده ويقول لي دي طلعت مني اسكارس على طول، مش محتاجة تشخيص. يقول لك انا في ديدان صغيرة جدا بتطلع حوالين فتحة الشرج وبشوفها في عينة الاستول انتروبيوس، تمام كده؟ طيب بعد كده لازم تسأله سؤال مهم جدا، اللايف ستايل، طريقة حياة او طريقة معيش الانسان ده، انت بتاكل ايه وبتشرب ايه؟ لان بناء على الاتنين دول هيأثروا على الكالر بتاعي في الاستول زي ما هنشرح الحلقة الجاية. طبيعة اكلك، طبيعة شربك، حضرتك منين، وحط تحت كلمة منين او مكان الاقامة مليون خط. ليه؟ انا راجل عايش في مدينة ساحلية، وانا راجل عايش في الصعيد في مصر، وانا راجل عايش في مدينة زراعية، تمام كده؟ طيب
مدينة ساحلية معرضة تصاب بالبارازايت اللي بتبقى في الأسماك، لأن اللايف ستايل هناك اللي أنا باكل أسماك كتير زي الدايوفيلوبوثيوم لاتيوم. طيب لو أنا عايش في الصعيد، قال لك من أشهر أنواع البارازايت اللي موجودة في صعيد مصر البلهارسيا البولية، تمام؟ طيب أو البلهارسيا بشكل عام، الناس اللي بتشتغل في الزراعة أو المدن الزراعية معرضين إن هم يتصابوا برضه بالبلهارسيا. طيب الناس اللي شغالة في المجازر، الناس اللي شغالة في المجازر قال لك معرضين إن هم يتصابوا بإيه؟ بالفاشيولا، تمام كده؟ يبقى الفلاحين اللي هم مخالطين للحيوانات أو عمال المجازر أو أي حد بيتعامل مع الأنيمال ممكن يتصاب بالفاشيولا. وبالتالي مكان الإقامة ده مهم جدا، طبيعة الأكل والشرب ده مهم جدا، تمام؟ يبقى أنا عندي الأكل والشرب، مكان الإقامة، طبيعة العمل. الطبيب البيطري معرض يتصاب بحاجات كتير، في البكتيريا معرض إنه يتصاب بالبروسيلا، وفي البارازايت معرض إنه يتصاب بالفاشيولا. حاجة في غاية الخطورة اللايف ستايل. تمام؟ لازم قبل ما اعمل تحليل الاستول في تنبيهات مهمه جدا اقولها للمريض، ركز معايا في ده لان ده مهم جدا 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 عشان في الاخر نشوف الزبد واحنا بنفحص العينه بتاعتنا. اول حاجه قال لك ما تغيرش من طبيعه اكلك، يعني انت جاي تعمل تحليل ما تاكلش حاجات مختلفه عن اللي انت بتاكلها كل يوم، خلي طبيعه حياتك عاديه جدا قبل اجراء التحليل. تاني حاجة، أي جزء أبنورمال في الاستول هاتهولي هبقى مبسوط بيه، في ميوكس هاته، في بلاد هاته، شكله مش عاجبك هاته، أي حتة غريبة عن شكل الاستول العام هاتهولي، ده أنا هبقى مستمتع وأنا بفحصه لأن ده اللي بنقول عليه في البهاريز في الزبد، أنا عاوز ده، تمام كده؟ طيب قالك بيتم التنبيه على المريض عدم ايه؟ بيقولك ان اما تيجي تدخل التويلت بعد اذن حضرتك اعمل يورين الاول، اتبول الاول، وبعد كده هتلاقي ايه؟ هتلي عينة الاستول، لان ممكن يحصل ميكس عندك بين اليورين والاستول، هنا برفض العينة. فبعد اذنك اتبول وبعد كده هتلي عينة الاستول، ولو سمحت اول ما تجيب عينة الاستول خلال 30 دقيقة بعد اذن حضرتك هتلي المعمل، والافضل البيشنت يجيب العينه في المعمل وتتفحص على طول. اهم نقطه لازم تتكلم فيها مع المريض، هتقعده جنبك على الكرسي وهتقول له الاتي: تحليل الاستول من اول مره لو ما فيهوش بويضات مش معناه ان انت سليم، ولكن يفضل اعاده التحليل 3 مرات، يا اما الكتب كتبت قالت كده، يا اما 3 مرات متتاليه او كل يومين عينه، تمام كده؟ يبقى دي لازم تعرفها للمريض عشان بعد كده ما يحصلش مشكله، يقول لك ده انا حللت النهارده ما عنديش، رحت حللت في معمل تاني بعدها بيومين ثلاثه ظهر عندي بويضه. يبقى بعد ال3 مرات دول لو طلع ما عندوش بويضات انا هنا بجزم ان البيشنت ده مش مصاب بالبارازايت. تمام كده؟ طيب قال لك يجب ارسال العينه للمعمل خلال 30 دقيقه. الكونتينر اللي هيجي لي المعمل، ودي كارثه بتقابلنا كتير، لازم يكون دراي، يكون ناشف، ويكون بلاستيك او زجاجي، ما تاخدوش في علب الكبريت، تمام كده؟ طيب بعد كده بنقول للمريض ايه؟ ما تاخدش العينه من التويلت. في ناس بتعمل الاستول في التويلت وبعدين بتاخد جزء منه، لان ممكن يحصل انفكشن بين انواع البارازايت، وممكن لو حطها على الارض واخد جزء منها ممكن برضه يحصل عندي انفكشن، فالافضل اللي هو يجيبها مباشره في الكب بتاعي، تمام؟ بعد ما قلنا كل ده للبيشنت وجهزناه يجي دور المعمل. تعال نشوف المعمل هيتعامل ازاي اول عينه الاستول ما توصل له. ركز معايا، المعمل وعينات الاستول، اول حاجه يجب فحص العينه مباشره خلال من 30 دقيقه لساعه. ليه؟ لما جينا فتحنا كتاب مونيكا قالت لك ايه في الحته دي؟ قالت لك خلي بالك ان في دوده اسمها استرانجليودس، الدوده دي لو ما فحصتش الاستول خلال ساعه مش هتشوفها، اللارفا دي مش هتشوفها تحت الميكروسكوب عشان بيحصل لها تحد، تمام كده؟ وقال لك ايه كمان؟ لما
جينا فتحنا كلينيكال باراسايتولوجي قال لك ان التروفوزويت بعد 30 دقيقه الحركه بتاعته هتتاثر، مش هنشوفه بيتحرك وممكن ما تعرفش تشوفه اصلا تحت الميكروسكوب، وعشان كده لازم افحص عينتي خلال 30 دقيقه، هي نص ساعه لساعه، والافضل ان كل ما جت المعمل تقوم تسيب اللي في ايدك وتشتغل عينه الاستول. كل ما كان الاستول سائل كل ما كان لازم تفحص العينه بدري، يعني عنده اسهال، الاستول جاي لك ووتري، عنده ديزنتريا، لازم تفحص الاستول وقتي عشان تطلع التروفوزويت الطول الخضري، لان لو سبته مش هتشوف التروفوزويت. كل ما كان اقوى كل ما مسموح ان انت تاخر الفحص حاجات بسيطه. تمام كده؟ طيب تدوين اي ملاحظه تشوفها على العينه، اي حاجه ابنورمال عن شكل الاستول تكتبها عندك، لازم، لان هنعمل حلقه عن الروبوت الخاص بتحليل الاستول، ولازم كل حاجه غير طبيعيه تشوفها تكتبها عندك، لان هيكون ليها اهميه تشخيصيه مع الطبيب المعالج. بعد كده احنا لازم نعرف هو تحليل الاستول ده مهم ليه. تحليل الاستول وتحليل اليورين احنا بنعتبرهم مراية الجسم، هما بيعكسوا اي مرض في الجسم. تمام؟ فهو مراية الجسم. تعال اقول لك بعض التحاليل اللي ممكن اعملها في الاستول. اول حاجة تشخيص امراض الجهاز الهضمي والتفريق بين انواع الديزونتريا. قال لك كمان الكشف عن البارازايت، يعني لما تعمل تحليل الاستول هتلاقي فيه بويضات، او عن طريق الفيروسات زي الروتا فيروس اللي بيجيب اسهال للاطفال الرضع، او عن طريق البكتيريا، يعني انت بتشخص البكتيريا من الاستول في حالات الباثوجينيك بكتيريا عن طريق الكالج. تمام؟ قال لك كمان ممكن تشخص منه سرطان القولون عن طريق الاوكالت بلاد. تمام؟ قال لك معرفة انواع الديزونتريا واسبابها. الديزونتريا عندي نوعين، يا اما باسيليا بتيجي من الباسيلاي البكتيريا الباسيلاي، يا اما اميبية بتيجي من الاميبا، ودي زي ما قلت لكم هنعمل لها حلقة نعرف الفرق بين الاثنين وازاي اشخص كل واحدة. تمام كده؟ قال لك تشخيص امراض البنكرياس، هو الاستول هيشخص امراض البنكرياس عن طريق اياس انزيم التربسين. تمام؟ عن طريق اياس انزيم ايه؟ التربسين. تمام؟ سوري لو كنت نطقت غلط. اخر حاجة لازم اقولها لكم في حلقة النهاردة وهي ملاحظة في غاية الخطورة. الديدان ممكن تسبب لي انيميا. تعال اقول لك اشهر الامثلة. الهوك وورم اللي هي اسمها الانكليستوما بتعمل لي ايون ديفيشنسي انيميا ويز ايزينوفيليا، يعني عندي ارتفاع في الايزينوفيل. الدايوفيلو بيروثيوم لاتيوم بتعمل لي انيميا خبيثه، برينيشيوس انيميا او انيميا فيتامين بي 12. تمام؟ الملاريا بتعمل لي انيميا تكسيريه. دي كانت حلقه النهارده، الحلقه الاهم في تحليل الاستول. الحلقه الجايه ان شاء الله هنعملها حلقه بسيطه هنتكلم فيها عن الاستول بشكل عام، هو ايه الاستول؟ بيتكون من ايه؟ ايه اهميته؟ حاجات كتيره هنتكلم فيها في الحلقه الجايه. اتمنى حلقه النهارده تكون مفيده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناه وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاك كابتن انس سبارك.